انه نعقد هذا الاجتماع العظيم في رحاب المازري الامام المازري وامام ضريح المجاهد الاكبر الحبيب بوريبة. لكم اللي رانا احنا فاهمين الدرس ونحن واعين الدرس وباش نعطيه الدرس لشبابنا اللي جاي معنا وما نخرج من هون الا ما يبدا الشباب حاضر وياخذ مشعل وتونس واصل الى الامام. دائما تونس لازم تكون الى الامام، دائما تونس لازم تكون الى الامام، دائما تونس لازم تكون الى الامام. على كل بارك الله فيكم وبارك الله في من نظم هذا، كثر خيركم الكل، وانا نعرف اني دائما في المسير كيف نجيو تلقاو الاجتماعات في النهار هذا. ودائما دائما نذكركم ذكر الابيات الخالده بتاع الشاعر الموهوب احمد خير الدين. يا سيد نسيان يا حبيبي بورقيبه الغالي يا مخلص لبنان محال ننسى فضلك في بالي. ولذا لابد ان نخلصوا زاد بلادنا توا من الوضع اللي هي المتردد اللي هي فيه، يعني نخرجوا العجله من الكرين لان واحده من عجله الكرين. وهذا ان شاء الله بفضل تأييدكم وبفضل التفافكم مع بعضكم وبفضل قبولكم للم الشمل والوحدة القومية راهي مش مسألة سهلة. نعرف اللي بعض منا يقول لك علاش هذاك وعلاش هذاك وعلاش هذاك، صحيح، لكن الأصح هو كونه إذا كان حابب نمشي إلى الأمام نلتحقوا بالدول المتقدمة لابد أن نكونوا زمرة واحدة. عملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. تحية تونس، تحية تونس.